يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. ويقول أيضا: لا تبديل لكلمات الله. فسروا لنا هذا جزاكم الله خيرا. المعنى واحد، أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد وعدا فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى. ولا جاءت في سياق انتصار الروم على الفرس. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غزا الفرس الوثنيون غزوا الروم وهم نصارى أهل الكتاب، وانتصروا عليهم فساء ذلك المسلمين، واحتل المسلمون بهذا لأن الروم أهل الكتاب والفرس أهل الوثنية، فانتصار الوثنية على أهل الكتاب كان فيه مصيبة للمسلمين، لذلك أهمهم ذلك. فالله وعد سبحانه وتعالى أنه سيدين أدى إلى أعلى عن الفرس، وأن الروم سينتصرون عليهم، وحين ذات ينتصروا ويفرح المؤمنون بهذا النصر انتصار أهل الكتاب على الوثنيين، وأيضا ينتصر المسلمون فيما بعد ذلك على الكفار على أهل الكتاب وغيرهم، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لا ولا تبديل لكلمة الله من هذا النوع أيضا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بشيء أو وعد بشيء في كتابه الكريم أنه لا بد من وقوعه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.